الفلوج ده قصته غريبة شوية. نبدأ منين؟ بسم الله. بص يا جدعان، مساء الضلمة، مساء النور، ومساء الجمال، ومساء كل حاجة الحلوة. عارف ان دي مش مظبوطة. ايه يا عم، في ايه؟ عاملين اخباركوا ايه؟ الفلوج ده كنت يعني عامله بشكل معين وشكله بيبوظ يعني، او باظ مش عارف يعني. المفروض كنا الفلوج ده هنروح مطعم ونعمل يعني، كان في تجمع وفي ناس هتروح هناك، صحابي وكذا شله كانت هتروح هناك وهنقعد مع بعض ومش عارف ايه، بس شكل البتاع ضربت للاسف. طبعا انا اتزنقت يعني، الفلوج اللي كنت بنيه ده كله اتهدم. مفيش فلوج. قبل ما ابدا الفلوج برضو عايز اتكلم شويه عن التحسن اللي احنا فيه، فثانيه واحده. في كومنت جالي حلو جدا يعني، انا مش متصوره. الفلوج اللي قبل ده، ملك جلال او ملك جلال مش عارف الصراحه اسم يعني، هل ده ولد ولا بنت، بيقول ايه او بتقول ايه؟ تقريبا ده تاني فلوج يجيب 1000 فيو قبل ما يتم 24 ساعه. انا بقى عجبني جدا ان في ناس متابعه للدرجه دي، ان في حد متابع ان الفلوج لسه ما عداش 1000، ده ادى 1000 قبل. طب فاهمين الموضوع ماشي ازاي؟ انا مبسوط جدا وانا متابع عن نفسي، انا عارف ان هو جاب 1000 فيو قبل 24 ساعه، بس انا اللي عجبني في حد متابع زي. والفلوج بتاع تحضير المكرونه الناس اتفاعلت معاه جامد جدا، والناس عجبها جدا موضوع الطبيخ والمغامره في الموضوع. فانا كده كده كنت ناوي اكررها، بس لما لقيت النتائج فيها حلوه، لا حمسني بجد ان انا اكررها فعلا. انا هنطبخ حاجه تانية بس مش حاجه حادقه، مره حاجه حلوه. طيب انا يلا بينا ننزل. رحت سيتي ستارز واخدت مجموعه واحده من الناس دي، ورحنا قعدنا هناك، مشفناش بعض من زمان، فكنا عايزين نقعد كده. بعشق الضغط جدا يعني، انا كده تحدي مثلا، انا في تحدي انا ببقى في قمه اكبر سعادتي في الدنيا. فيلا بينا. قعدت فكرت دلوقتي مفيش فلوج، واليوم بيخلص الساعه 11 و12 وخلاص مفيش. طبعا هم ما شاء الله يعني كانوا خايفين على الفلوج اكتر مني يعني، هم عاملين يفكروا في افكار، عمرو لازم تطلع فكره ومش عارف ايه وبتاع. فانا بشكرهم جدا من قلب سيتي ستار مع عاصم. يا جماعه ازيكم، عاملين ايه؟ واحمد علاء. الشخصين الحلوين دول عرفتهم في ايفنت الفيسبوك، فاكرينهم زمان كده رحناه كده، عرفتهم فيه. كانوا رايحين خروجه الصراحه وما ظبطتش قوي. كده احسن، كده احسن. شاطر شاطر، بوظت ده عند دخل لازم اقولها مش عارف. كله في المونتاج يا صديقي، كله في المونتاج، حاسبها. فاحمد علاء قال لي ايه رايك تتكلم عن عيوب الفلوجز، وده بقى اللي انا بعيشه حاليا جدا. فهم قالوا رايهم في عيوب الفلوجز. واحد منهم كان عايز يعمل، واحد كان بيعمل ووقف، فعندهم نوعا ما حاجه. اعتقد دي تبقى حاجه حلوه. ندخل واحد واحد كده فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه اقولهم انت مين؟ انا مين؟ انتوا مش عارفيني؟ طيب انا اسمي عاصم موسى. انا تقريبا بعمل فلوجز بقالي سنه وشويه، عملت فوق مثلا ممكن 100 وشويه فيديو. ايوه انا عملت فوق 100 وشويه. بس مش فلوج. مش فلوج. مش كلهم فلوجز. انا بدرس تجاره انجليزي في سنه ثانيه، المفروض اكون في سنه رابعه. شغال في كذا شركه يعني، مصور فيديو ومونتير بيقولوا عليه صح. انت ما كملتش الفلوج شخصيا؟ اي حاجه انت بتعملها في حياتك لازم يكون وراها دافع يعني، وانت بتعمل الحاجه اللي خلتك تعمل الحاجه دي، طول ما الحاجه دي موجوده وبقوه وانت راجل عندك همه هتعمل الحاجه دي كويس. ولو انت الدافع اللي انت عملت عشان الحاجه دي مش سليم من البدايه، ما بتظبطش للاخر. انا بدات فلوجز كنت بادئ عشان حابب المجال كله في الاخر يعني. اول ما اشتغلت حسيت ان رغبتي ناحيه الحاجات دي اشبعت، فما بقتش حاسس ان انا عايز اعملها قوي زي ما الاول. ما كانش مثلا عندي رساله معينه عايز اوصلها، كنت بعمل كده عشان انا بحب ده. واول ما اشبعت رغبتي من حب الحاجه دي خلاص قشطه. نايس قوي. بس دي تجربتي الكامله يعني في الموضوع. حلو جدا. سلام. ندخل بقى على احمد. احمد علاء، بصوا بقى يا جماعه، احمد اول حاجه عنده قناه على اليوتيوب اسمها الماجيكو، برنامج الماجيكو. برنامج الماجيكو بيقدم كوره حاليا، وهيحط اللينك بتاعي في الديسكربشن. اللي بيحب الكوره يروح له، اللي ما بيحبش الكوره ما يروحش. بس بصوا يا جماعه، محدش بقى ايه يعني، اي حد بيعمل فلوجز ما يتقفلش مني يعني، او بيفكر يعني. قصدي عندي مشكله في حوار الفلوجز ده اصلا. انت ما عملتش؟ وكنت عايز تعمل. كنت عايز اعمل، بس بعد كده اكتشفت ان انا مش نافع للاسف. ليه بقى؟ ودي برده نصيحه لاي حد زي حالاتي يعني، شوف حاجه تانية احسن. ليه بقى؟ بس مش بقفله يعني، ممكن برده يغير من نفسه وكده. انا مشكلتي حياتي زي معظم الناس كتيره قوي، حياتهم روتينيه جدا يعني. فاليوم يعتبر هيبقى بالليل، فانتوا تخيلوا واحد بلوجر حياته هتبقى بالليل بس، ما بينزلش الصبح، يروح كل يوم اماكن ويعمل ويروح سيتي ستارز دلوقتي كده الصبح يعني، زي ناس كده يعني قاضين. وقلت اغيرها عشان الفلوجز مثلا، اكتشفت طب انا هضيع شغلي عشان فيديوهات، ما انا مش هكسب منها حاجه. تاني حاجه، اكيد اي حد فلوجر فاهم كلامي يعني،
ان هو غصب عنه حياته الشخصيه بتبقى على الملأ جدا، يعني تقول كل حاجه ولا تخبي مش عارف، هي بتبقى معادله صعبه جدا. انت الناس دي طبعا المفروض بقت عيلتك، يعني انت المفروض الناس اللي عندك كلهم يعتبر عارفين كل حاجه عندك عنك. حاجه ثالثه برضو، تصور فين؟ ما انت بتصور في حتت عاديه، تصور مثلا في سيتي ستارز المعظم كده، انت قلت عليه ان هو عادي يعني. انت عادي جدا قط يا فنان للعده دي. ليه؟ لا عادي لاي فلوجر، ما انت بقى الفلوجر بقى لسه كمل. هو انت مثلا بتصور مثلا في الشارع، ما هو اللي بيتفرج عليك ده ما بيروح الشارع، فلازم بقى طالما هتعمل حاجه عاديه يبقى عندك محتوى جامد جدا مش محتوى عادي. يعني انت تقصد مثلا في العموم ان يكون في حاجه انترستد بالظبط الناس تشوفها، حاجه زي اللي هو احسن برجر في مصر اكيد هتتفرج عليه حلوه، يعني انت عايز تعرف ايه يا عم. لازم بقى محتوى بقى واللي بيقول دوت يعني عارف كده اللي هو يونيك، حاجه بقى جامده جدا. عندكم زي كريم السيد، كريم السيد لو ما اتكلمش لو عمل فيديو صامت ما شاء الله الفيديو هيتشاف حاجه مختلفه. ليه؟ عشان بيروح اماكن حلوه فغصب عنك هتتشاف. معلش انا عندي تعليق، يعني هو ممكن نسميها تحدي مثلا، بس هو خلي بالك برضو يعني عمره مش الحياه الرهيبه، بس هو تحدي انك انت تصنع من الـ من الـ من اللا رهيب. هو عنده محتوى حاجه مميزه، هو عنده محتوى حلو برضو عايز افهمه. اوكي بس مش بيجي بسهوله يعني، بس هو طالب فبيوري بقى حياه الطلاب عامله ازاي، فبيروح من الجامعه فبيذاكر فبينجح ان شاء الله، فعنده مثلا تحدي اللي هو يخس. لا في تحدي حوار اي حاجه تعملها يا تحدي، ولو حياتك روتينيه عشان توصل اي حاجه طبعا، ولو حياتك روتينيه هتبقى صعبه، لازم تغير من حياتك نفسها عشان تبقى بلوجر عامه او اي حاجه من الحاجات دي. بس ده اللي كنت عايز اقوله. استنى احنا لسه ما سالناكش، اسال ايه اكبر تحدي بتحس ان هو دي اللي تقيله فعلا عليك خاصه بعد الديلي مثلا؟ اول حاجه بالنسبه لي ان انت صعب جدا تمشي دايما بنفس المستوى، يعني ممكن تلاقي فلوج حلو جدا وتحفه، فلوج تاني مش قد كده، فالناس بتتفرج لازم تبقى عارفه الكلام ده جدا. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انت بتعيش حياتك الطبيعيه اكيد، انت مش عبد للكاميرا وتقعد ماشي بيها على طول، فانت عايز تخرج مع حد، عاوز تقضي امسيه مع حد. في ناس بتبقاش عايزه تظهر على الكاميرا، فلو انت قعدت مع فتره طويله يعني اليوم كده مش هتعرف تصور فيه حاجه، وفي نفس الوقت ما ينفعش اقول مش هينفع اخرج معاك عشان بصور فلوجز، فدي بقت مشكله ليها حل بس ستيل مشكله. الحاجه الثانيه، في ناس انت مش حابب تظهرها قدام الكاميرا لاي سبب من الاسباب، وممكن تقضي معاها وقت برضو كبير في اليوم، وفي نفس الحكايه بالظبط. دي كانت مشكله. طبعا مشكله تانية، الفلوجز الديلي بالذات لازم يبقى ليها لمعظم الناس يعني ليها غرض معين لمعيشتك، انت تخدم على معيشتك. يعني ايه تخدم على معيشتك يا عمرو؟ يعني انا كاني بشتغل بالظبط من يوم 6 5 ساعات عشان اصور ومنتج، فكاني في الشغل يعني، فاهمين؟ كاني في موظف في شركه مثلا. فلو الفلوجز دي مش بتخدم على بيزنس ليا او فلوس ليا مش هتعرف تعيش. وقتك الخمس ست ساعات دول كنت صرفتهم على حاجه تانية تجيب منها فلوس. لكن معظم الناس بتبقى بتخدم بالفلوجز دي على بيزنس ليها، يبقى عنده شركه، يبقى الفلوجز دي اصلا بيجيب فيوز عاليه كتير، فيوتيوب يديله منها حاجات، او الفيوز الكتير دي تخلي شركات تعمل معاها تعاقدات فيعمل معاها عقد فيكسب منها فلوس وهكذا. غير كده صعب جدا انك تفضل مستمر بالديلي فلوجز. عشان كده قلت 30 يوم بس، يعني هو ده اخري 30 يوم، وبعد كده هبدا انزل بشكل متقطع. طبعا ده هيفقدني ميزات كتير، بس ده عشان اعرف اكمل معيشتي، انا بقى اتعلم حاجات جديده يعني اوفر الوقت بتاعها ده الحاجات اقدر اجيب منها فلوس في المستقبل ان شاء الله. بس هي هتفضل موجوده. عيب من العيوب زي ما شفته كده امبارح، عايز تبني قصه ما، القصه دي مش بايدك، بايد ناس تانية كتير حواليك فما تعرفش تتحكم فيهم طبعا، فممكن حاجات كتير تبوظ واليوم يسقط منك وتتسوح زي ما انا متسوح كده بالظبط، فطبيعي. بس هو ده الحوار. انا مبسوط جدا بالتجربه حلوة، وانا ازاي تعرف تخلق حاجة وتتكلم عن حاجة حتى لو مفيش حاجة تعمل حاجة. شكرا لكم ونراكم في فلوج قادم ان شاء الله. لازم لان اخدت ما نقفل بيها، انا خلاص مش عايز هي ان شاء الله بكرة يبقى احسن وكده، لا عايز حاجة تانية. يا بيس او مش عارف نعمل ايه ايا كان، يلا سلام، شكرا لكم بكرة ان شاء الله او اللي هصوره النهاردة. يعني تنساش تعمل لايك سبسكرايب، تنساش، انا عارفك، اعمل لايك سبسكرايب وكومنت.